ومكملين حلقتنا معكم لليوم. ويعتبر الفحص الدقيق للطفل من أهم وأول الخطوات يلي بتصير بعد ولادة الطفل لحتى نتأكد من الصحة العامة للطفل ونتطمن عليه. وتعتبر الخصية المعلقة من أهم المشاكل يلي يصاب فيها أطفال كتير. اليوم رح نحكي مفصلا عن أسباب الخصية المعلقة، طرق التشخيص والعلاج، مع صانع الأمل بإصلاح العيوب والتشوهات الخلقية للأطفال بمصر والشرق الأوسط دكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة أطفال في كلية الطب جامعة الأزهر. دكتور أحمد، أهلا وسهلا. مساء الخير، مشرفنا ومنورنا. واليوم عم نحكي عن موضوع مهم جدا بيصيب الأطفال الذكور وهو الخصية المعلقة. بداية دكتور، خلينا نشرح تفصيليا شو هي الخصية المعلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نشرح الخصية المعلقة أقول لحضرتك إن شاء الله خلال 48 ساعة أنا عندي طفل عنده 12 سنة داخلين يوم السبت القادم عشان نعمل استئصال للخصية. ليش؟ عشان هو عنده 12 سنة والخصية داخل البطن حصل فيها ضمور، وللأسف الخصيتين الاتنين موجودين داخل البطن، ما عملناش عمليات، ما اكتشفناش أو اكتشفنا وتراخينا في وقت العملية لدرجة ان الطفل عنده هيك قضينا على حياته 12 سنة. انا داخل حضرتك اشيل الخصية، هتقولي لي انا قضيت، مش انا حضرتك طبعاً. كأم اللي قضيت طبعا انا قضيت انا فاهم، انا بكلم السادة المشاهدين، حضرتك كأم انت اللي قضيتي على، انا داخل انقذ ابنك كمان، حضرتك الخصية دي لو قعدت جوه البطن هتتحول الى اورام سرطانية لا قدر الله ومش هتبقى باينة. طب دكتور كيف استنوا لل 12 سنة لحتى يشخصوا انه هو بقى ده انا حبيت ابدا بالمقدمة دي عشان نقول اللي حضرتك بتقولي. الخصية المعلقة يا جماعة، الطفل بيتولد لازم دكتور الاطفال بيكشف عليه، بيروح لدكتور جراح اطفال او دكتور الاطفال بتاعه مره واتنين، ده عنده اسهال، ده عنده امساك، ده عنده زورو، ده عنده برد، ده عنده كحه، دايما بيقول حتى الام لازم تلاحظ الموضوع بالظبط. ودكتور الاطفال هو دايما هو في خط المواجهه مع الام، احنا بنبقى رقم اتنين، الام دايما عندنا الثقافه في مصر الولد عنده whatever the problem ايا كان نوع المشكله مشكلة. هو بيروح لدكتور الاطفال. فدكتور الاطفال هنا هو خط اول. لا لو دكتور الاطفال لا استني احتمال تنزل لوحدها 12 كارثة. الام دايما كلنا سواء مش ام واب وكبني ادم حضرتك بتميلي مع الراي اللي يقولك بلاش عمليات. طب نصبر شويه، كلنا نميل الى هذا الحل، لكن للاسف في بعض الاوقات في حالات معينه لازم ندخل فورا كارثي. يبقى الخصيه المعلقه تتشخص امتى؟ دايما بنقول حتى ما قبل الولاد برضو نرجع ونقول ما قبل الولاد طبعا، لان في بعض الحالات بيبقى الخصيتين الاثنين معلقتين، فالكيس الصفن تحت مش باين هو ولد ولا بنت، حتى السونار ودكتور النساء وهو بيعمل السونار يقول لك اصل هو مخبي نفسه، اصل تاني رجليه فمش واضح، هو الخصيتين مش واضحين قوي، فاحتمال يبقى ولد او احتمال يبقى بنت، طب هنعيد بعد اسبوعين، بنعيد بعد شهرين وهكذا، لدرجه ان لا ده مش السونار وداخل الحمل داخل الرحم، لا حضرتك ده بعد الولاده، ودكتور الاطفال ممكن يقول لك ده ولد او بنت والعكس تماما يكون الواقع، يعني الخصيتين مش موجودين. وسمعنا عن قصص ومشاكل كتير صارت من وراء هذا الموضوع. جدا جدا، الخصيه معلقه على الناحيتين، وعندنا احليل سفلي هي فتحه البول مش في مكانها، فيبدو ظاهريا انها بنوته، والام والاب والكل اللي موجودين يتعاملوا على انها بنوته، وتيجي لاي سبب من الاسباب راح الدكتور عشان يكشف على حاجه معينه، وزي ما حضرتك ضربت مثل حضرتك قبل كده، انا داخلين يقول لك مكه. طب ماشي ده خلاص في مشكله معينه بكشف عليها، هي فين مكه يا جماعه؟ ده محمد. يقول لك لا دي مكه. القصه بقى بدات ايه؟ بالقصه دي. لا دكتور هون المسؤوليه بتكون على مين؟ يعني ما في طبيب اطفال بيشخص الطفل بعد الولاده لحتى يطمن على صحته، يتاكد انه هو معافى وسليم، كيف يتم التشخيص؟ من البدايه احنا بنقول ايه؟ التخصص. حضرتك دكتور الاطفال بيبقى ليه اولويات في غرفه العمليات. اوكي. حضرتك الطفل بيتولد،
حضرتك المهم جدا ان انا اخد بالي من التنفس ده فعلا طبعا عشان الفيرست ايد الاسعافات الاوليه بتاعته نفسه كويس، الطفل بيعيط، الطفل تمام، الطفل عمل حمام بول بعد الولاده مباشره، الطفل عمل حمام براز بعد الولاده مباشره، الطفل انا بتاكد من ودانه مفتوحه ولا لا، الانف مفتوح ولا لا، سقف الحلق مشقوق ولا لا، فتحه الشرج موجوده ولا مش موجوده، دي خطوط رئيسيه يجب تماما بنسبه 100% لا يخطئ فيها لا دكتور اطفال ولا ممرضه ولا من كل من هو داخل غرفه العمليات. للاسف بيحصل كده، ما احنا حضرتك الستيل لغايه دلوقتي مش كل الاولاد او مش كل الستات بيولدوا في مستشفيات وفي غرفه عمليات ويبقى في دكتور اطفال مستنيهم عشان يفحصهم. في حال لا سمح الله تم تشخيص الطفل انه عنده خصيه معلقه ان كانت وحده او تنتين، شو هي طرق العلاج وامتى بنبلش بالعلاج دكتور؟ العلاج الخصيه المعلقه اذا كانت معلقه في حاجة من اتنين دايما بنقولها للأم، حضرتك ما بنعتمدش على الإشعة قد ما بنعتمد على إيد جراح الأطفال. حضرتك بتروح لجراح الأطفال بيفحص الطفل على السرير عشان ما فيش أم بعد ما أخرج مع حضرتك هتتصل تبعت الإشعة السونار يقول لك ابني عنده خصية معلقة، عملت سونار قالوا عنده خصية معلقة، عملها بكام وفين؟ ما فيش حاجة يا جماعة في الطب واسمه ورق، ما ينفعش اكتب لك او اخد قرار بعمليه او خلافه بناء على ورقيات. اذا ما حضرتك الدكتور ما لمس وفحص الطفل في اوضاع، ومش كمان مش اي فحص، في اوضاع معينه، يعني الطفل لازم يبقى نص قاعده، الطفل لازم يعيط وانت بتفحصيه عشان لو هي موجوده داخل البطن تقدر تحددي اذا كانت موجوده ولا لا. بحس او بفحص الطفل، حسيت الخصيه تحت ايدي معلقة في المنطقة الإرهابية يعني جنب العضو مش في مكانها الطبيعي، حضرتك لازم تتعمل قبل 6 شهور. اوكي، هي من العمليات الفورية والضرورية بالظبط. اوكي، طب حضرتك انا فحصت الطفل وما قدرتش احس الخصية، هنا عدم قدرتي على احساس الخصية ده نلجأ ل واحد ام اتنين قبل ما اشخص بحاجة. هنا الاحتمالين ايه؟ يا إما هيكون خلقيا بدون خصية، ودي خلقة ربنا لنا ولا غيري هيقدر يتدخل، نحمد ربنا وعندنا هيبقى عندنا ناحية تانية شغالة، أو تكون موجودة داخل البطن. أوكي، لو داخل البطن حضرتك أنا هفحص الطفل مش هقدر أحسها لأنها جوه البطن. هنا حضرتك اللي بيحصل الميس ليدنج والميس دياجنوزس اللي بيحصل للأسف كتير جدا، حضرتك ما حسيتش الخصية كتير جدا روح اعمل رنين مغناطيسي على طول. اوكي، ممتاز وهنطلبه، بس هو مش ده مش الفاينل، مش ذا اونلي انفستيجيشن تتعمل، مش الحاجه الوحيده اللي تتعمل، الحاجه احنا بنقول تقريبيه. لان حضرتك الام عملت رنين مغناطيسي وطلع التقرير ان في خصيه جوه او ما فيش خصيه جوه، حضرتك كأم تستريح نفسيا، انا عملت اللي عليا واعرف شو الخطوه الثانيه اللي لازم اعملها. رحت للدكتور وقال لي اعملي رنين وعملت الرنين وقال لي ما فيش خصيه. اوكي، انا خلاص كده انا كاب طبعاً. او ام انا حاسس ان انا عملت اللي عليا وما فيش. لا، انت ما عملتش اللي عليك. هنا الخصيه المعلقه داخل البطن الغير محسوسه لا تشخص الا بالمنظار الجراحي. اوكي، طب دكتور كيف بشك انه هي ممكن تكون موجوده بالبطن وبالتالي انا بلجأ للمنظار الجراحي؟ حضرتك كجراح اطفال بفحص الطفل جيدا. اوكي، عدم قدرتي ان انا مش لاقيها مش حاسسها تحت ايدي، ما لازم احسها تحت ايدي. اوكي، حضرتك لو انا حسيت ما حسينا معناتها في احتمال تكون موجوده بالبطن بالظبط او غير موجوده او غير موجوده، الحاجه يعني الوحيده الفاينل بنسبه 100% أوكي. المنظار. أوكي، حضرتك هتعملي السونار اشعه تلفزيونيه هيقول لك موجوده او مش موجوده، الفالسز فيه 60%. اوكي، هنعمل الحل الاخير لنعرف اذا موجوده او لا هي عن طريق المنظار. يبقى المنظار الجراحي. الام ما تخافش، الام تقول منظار لا ده انا اصل قالوا ده المنظار خطير، ده المنظار حاجه كبيره، طب هو هياخد بينج كلي وهو عنده 6 شهور؟ الخصيه المعلقه اللي ده بالعكس اذا كان من باب اولى ان انا بعمل الخصيه المعلقه اللي هي محسوسه اللي انا حاسسها وماسكها بايدي بعملها على 6 شهور، طب ما بالك بقى اللي جوه درجه الحراره اعلى هيحصل فيها ضمور، هيحصل فيها مشكله كبيره جدا، هيحصل فيها التواء وهتخش تشيلي. عندي حاله من 3 ايام حضرتك للاسف الولد
اتخبط. الام فهمت ان التورم الموجود ده بسبب الكدمه اللي موجوده. راحت لدكتور اطفال قال لها كمادات ميه سخنه، هناخد الانتي بايوتيك الانتي انفلاماتوري ده شويه العلاجات دول و48 ساعه هيبقى زي الفل. هو الولد ما كانش له علاقه بالايه؟ بالكدمه. كان عندي حاجه خصيه معلقه ست شهور حصل فيها ايه؟ التواء. حصل التواء يعني قطعت الدم اللي رايح ل تغذية العضو اللي موجود ده اللي هي الخصية. تالت يوم جم لا حضرتك روح اعمل لي حالا إشعة دوبلكس اللي هي قيس سرعة سريان الدم في الأوردة والشرايين اللي بتغذي البتاع. رجع لي عدى كام ساعة؟ عدى 72 ساعة. يعني الساعة بتفرق معنا دكتور بهي الحالة البتاع. فكان القرار طب يا فندم طب نعمل خد اللي أنت عايز، طب أوديه ألمانيا. قلت له حضرتك هتروح ألمانيا، حضرتك هتروح أمريكا، هتروح هنا، حضرتك هيتم استئصال الخصية. مفيش حل في العالم تاني، لأن حضرتك أنا مطلوب إن أنا أتدخل عشان أنقذ الخصية وأعملها أنتويست يعني ألفها العكس وأعمل أوركيوبيكسي أثبتها في خلال ست ساعات. لو اتأخرت أكتر من ست ساعات حضرتك أنا هخش وأنا داخل بقول لك امضي لي أنا داخل بالموافقة على إني داخل أشيل الخصية. فتخيلي ان حضرتك خوفك او قلقك ان انا هعمل منظار، لا 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 ده مش اصلا انا رحت للدكتور. يعني في اشياء يمكن مخاوف صغيره بتكون عند الاهل وطبيعيه وخاصه مع الطفل الاول، ولكن في اشياء مفروض انه نحن ناخذ فيها قرارات اسرع لحتى نقدر ننقذ الطفل. مش عايزين من الحب ما قتل. أيوة. ما ينفعش هنا حضرتك كأم خايفه جدا لدرجه ان انت تسلمي حضرتك. انا كان من يومين عندي دكتوره نساء دكتورة نسا حضرتك عندها بيبي سنتين جاي طاهر حضرتك يعني الام دكتورة نسا يعني جراحة يعني دكتورة يعني حضرتك بتخش توليد الدكتور ودكتور التخدير بتدل اكتر من نص ساعة عشان اخد البيبي منها. هو انتوا هتديله جنرال ولا لوكال؟ طب هو البنج كل ده مش خطر على طفل سنتين؟ انا قاعد يا فندم انا قاعد استرسد بشكل رهيب بس مش قادر اقول. يا فندم انت زميلة يعني انت جاية من دلوقتي من اوضة العمليات وعاملة قيصرية وعاملة استئصال رحم. قلت له اه والله العظيم. طب ما هي العيانة بتاعك خدت دكتور قلب الام قلب الام هو بقى ده قلب الام. هيفرق جراح ولا هيفرق دكتور ولا هيفرق استاذ جامعة ولا هيفرق اعلامية كبير؟ قلب الام هتعمل الواد هياخد بنج كلي. طب هو مش خطر؟ طب الولد ضعيف. يا فندم مفيش كده، احنا عندنا بارامترز مقاسات. انا بعمل تحاليل كامله، بعمل سونار، بحط الطفل على حاجه ميزان، الطفل سنه كذا، وزنه كذا، التحليل بتاعته كلها بتقول كذا، الطفل ده صالح وجاهز لدخول العمليه. باخد قرار اذا اعمل عمليه ولا لا. حاجه من دول مختله حضرتك هتيجي تقولي له والنبي اعمل لي العمليه، اقول لك انا اسف ما ينفعش تتعمل الا لما نظبط ده حسب الحاله الصحيه التقصير. دكتور اسمح لنا نبلش نستقبل اسئله الجمهور معنا وناخذ اجابات الاجابات الطبيه والعلميه من حضرتك. يلي عنده سؤال للدكتور يتفضل. تفضلي دكتور. الطفل مريض الخصيه المعلقه بيتعامل بطريقه معينه في الشيل والحركه ولا في خطوره في التعامل معاه؟ هو حضرتك على حسب السن. الطفل اللي لسه عنده شهرين وثلاثه واربعه ولا اي حاجه هيتم التعامل معاه طبيعيا بنسبة 100%. طب الطفل بقى اللي عنده 4 سنين واكتشفنا انه عنده خصية معلقة وبيلعب كاراتيه بيلعب كونغ فو ينفع؟ لا. بيركب عجل وهوايته ركوب العجل. الخصية معلقة بدل ما تبقى في الكيس وراها فاضي بالبلدي حضرتك بيبقى هي نايمة على العضماية. فوانس ان هو خد تروما خد كدمة الكرة وقع بيلعب بوكسنج وخد بوكس في المنطقه دي انت هنا عملنا بريجر جامد جدا على الخصيه اجينست ايه؟ ضد العضمايه حاجه ناشفه فتفرقع اللي هو يحصل لها رابشر. يبقى من ضمن العوامل المساعده ان انا ليه انا بعمل الخصيه المعلقه؟ طب ما نعملهاش ايه المشكله يعني؟ اولا حضرتك وجودها في المكان الغير طبيعي ده عرضه لحدوث التواء ولسه قايلين ان احنا هنشيل الخصيه ممكن ادي وعرضه انها يحصل فيها كدمه تحصل فيها مشكله. وجودها فوق عرضه لحدوث اورام وهنا تلف وضمور في الخصيه. تلف وضمور في الخصيه معناه ايه؟ عدم القدره على الانجاب. يعني الطفل بعد 20 سنه وحكايه انك ما تشوفيش الكومبليكيشن اللي بعد 20 سنه دي حضرتك انت مش هتلاحظي المشكله دلوقتي. بدي اتشكرك كثير دكتور احمد على وجودك معنا على كل النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.